شحال من بقيت درت برانكات توحشتهم بصراحة، تقريبا شي دابا 4 شهور يمكن ما بقيتش درت لي شي برانك. دابا غندير لي واحد البرانك خطير خطير خطير، كنتمنى يا ربي يدوز هاد العيد. غادي نتعدى عليه اليوم. المهم ما تنساوش كتروا لي لي لايك بزاف بزاف في الفيديو، ونشوفوا ردة الفعل ديالو. صباح الخير البنات، عواشير مبروكه دخل عليكم باش ما تمنيتو. يا ربي كي دايرين لاباس عليكم؟ كصبحتو بخير؟ انا صباحه منفوخه يلا فايقه. كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كي داز عندكم هاد الاجواء تاع المهم تاع البارح ديال الشقا وديال جري عليا جري عليك؟ نتمنى من الله تكونوا نتوما والعائله ديالكم بخير، ويدوز عندكم هاد ان شاء الله هاد العيد بصحيحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. قاتوني يلاه لبست حويجاتي. ها نتوما يا ها نتوما ها نتوما الزاز. المهم لبست حويجاتي، راكم عارفين العيد ضروري خصك تلبسي وتقادي، وهي هذيك 5 5. المهم نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير و 5 5. عتمن كاين في الحمام. المهم عرفتي شحال بنات شحال ما بقيت درت برانك، واليوم غنطقم لكم من عتمن سد الباب. المهم اخوتي اليوم غندير برانك في عتمن، اول مره غندير برانك يعني في نهار العيد، نهار العيد ديال عيد الاضحى مع عمرها ما درتها، وشحال ما بقيت درت برانكات توحشتهم بصراحه. تقريبا شي دابا 4 شهور يمكن ما بقيتش درت لي شي برانك. دابا غندير لي واحد البرانك خطير خطير خطير، كنتمنى يا ربي يدوز هاد العيد. غادي نتعدى عليه اليوم. المهم ما تنساوش كثروا لي لي لايك بزاف بزاف في الفيديو، ونشوفوا ردة الفعل ديالو. انتم حاطين هادشي ديال الزرع خرجتوه هنا درتو في الصاله، مع دايرين الحولي في لاكور. المهم ما تنساوش ما تنسونيش من لي لايك. المهم حتى كون تنساو هيا وي ديروا لي لايكات بزاف. حي غسكتو حي الله يحفظ. صافي راه دايره في واحد البرانك الليله على البارح كنت ناعسه وقلت الله يتنديروا لي في نهار العيد، باقي كاع ما فطر باقي ما درت لي حتى شي حاجه. المهم انتوما معايا ردوا البال يلا. عثمان بغى يبارك لكم العيد. ها انتوما السي عثمان يلا فايق مبوق. السلام عليكم، صباحكم مبروك، ويا ربي يا ربي يدخل لكم هاد العيد مبارك سعيد ان شاء الله، عيد الاضحى على امة سيدنا محمد كامل جمعاء بالخير والبركة. واليوم ان شاء الله باش ما تميتوا على الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين. المهم راه كما تجري العادة راه كنديروا اليوم عثمان كما تجري العادة ان شاء الله غادي يحيى راه باقي ناعس شوية غادي نفيقوا ان شاء الله باش ان شاء الله نذبحوا. هي دخلت انا دوشت دغيا دوشت هادي سنة هادي الشيء اللي كاين، واللي في المنزل راكم عارفين غتصلوا الصلاة ديالكم، لان دابا ممنوعه المصلى ممنوعه، تصلي انت وانت والاهل ديالكم في الدار والمسائل اللي هي معروفه والتكبيرات الى اخره. ايوا نمشيو نطلعوا على الوالده بطبيعه الحال، تنذبحوا هذا هي الاولى، كنذبحوا هذا هي الاولى، وغنذبحوا عند واحد الدري صاحبي اللي مش غادي نجوا للدار هنايا ان شاء الله. يعني غنمشيو نفطروا تما ان شاء الله، وشوفوا ما على حسب التقاليد ديال الوالده. يلا صافي يلا 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 ها انتوما معانا يلا. بلاتي قاتل ها قطعت نقاده الكاميرا هنا باش تجينا ساهله. كيفاش كنتي قطعتي قاده الكاميرا؟ نقاده باش ندير باش منين بنجي نصور نديرو فطور داكشي. ها نديرو فطور داكشي. شكون اللي هيك هيك تذبح ولا تنفطرو يلولو نذبحو شنو؟ غنمشيو دابا كيفاش؟ كيهضر من الباب شنو تخاف فيك دابا؟ شنو؟ ما علاش هضرت البارح؟ واش عندي هنا هضر فينا كنت البارح اش عندي؟ هادي هادي غنمشيو اها فين يحيى؟ فين غنمشيو؟ باش فين غنمشيو؟
دابا هاد النقطه فين غنمشيو مجموعين و لا انا ما غنمشيش انا في الدار نتايا كل بنتي زعما تصور تما ولا شي حاجه شنو نصور انا على مالهم هما ما يجيو لنا وصافي انا صافي اش غديري غنمشي نمشي انا ياك لان اصغر شهر ولا ياك نمشي للبحر ديالي نبحر واحد الواحد ديالي ونفندحو الدري صاحبو تا هو ما تيعرفش يذبح ونزول الدار هنايا ونزول الدار نذبحو ياك غير نذبحو نذبحو نمشيو 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 عندهم تما يا دابا فين غنمشي راه ما غاداش نمشي كيفاش ما غاداش نمشيو نتجمعو نتغداو تما مجموعين او العاده ديالنا هي هادي باش نقولها قدام الكاميرا
فاش قال ماشي كاميرا واش يزبل دابا حنا فاش كاميرا واش يزبل انت ما كنت يعني سمعت كتقول لي يلاه نمشيو نذبحو نمشيو انا ما نمشيش راه البارح انا درت براسي ما غاداش هاد ما كل عام انا هز حراولي وهز حوايج واش انا غنحكي لك دابا انا ما غاداش نمشي نمشي قال لي ديك الزمر ديال الكاميرا مال الكاميرا انت اش تقال لي حنا الكاميرا حنايا ما بغيتش نمشي انت دابا غتقول لي شحال هادي تحكي لي ما بغيتش نمشي هي انت دابا منافقه انا منافقه منافقه هذا تنافق بنادم هو هذاك طلعت لنا الزمر في هذا الصباح هذا كاع ما بغيتش نمشي ما بغيتش نمشي ما بغيتش نمشي واش وصلوا الله يخليكم الامهات ديالكم كاملين اللي باقي في الحياه الله يحفظهم لك واللي ماتوا الله يوسع عليهم ضيقة القبور الله يا رب العالمين يجعل ان شاء الله في اعلى المراتب عند الله سبحانه وتعالى المهم كملوا لكم فيديو واش مبروكه وبقاو معنا ما تقلقوش علينا وديروا لها واحد جيم ديروا لها واحد لايك
و جيمو لايك جيمو لايك بجوج جيمو لايك جيم بوحديتو لايك بوحديتو خلو لك وجهي حيت اللي غيغلط غيغلط يصحابو لي صداق على الا جاب هذوك اللي كيدير حنا لي صداق عاد كيغلطو كيصحاب جاب انت ما قاعدينش يلا الزوينات ديالي معنا النهار ان شاء الله ديال العيد يلا الزوينات ديالي تبارك الله عليكم. احنا جينا البنات لقيت خالتي صابت اتاي تبنك لي حقوق الطابع يلا الساقي كب لينا اتاي يلا واخا نجي حرام هذيك السلبيته صباح الخير عليكم البنات مبروك عواشيركم ومبروك عيدكم وتعيدوا وتعاودوا ان شاء الله نتوما وليداتكم وزمانكم وربي يحفظكم ان شاء الله مرحبا بكم عندنا الله يبارك فيك حبيبتي الزوينه ديالنا والله هذه خاطر المستجدين ديالنا وما مشيتش ولدك اش درت ليه اليوم درت فيه واحد البرانك قلت ليه ما غنمشيش عند ماماك وما غنوصلهاش على كل عيد انا نمشي عندها وتعالي تفرجي اش دار ليا سبحان الله هاجتها ليا قلبت على الميده قلب عليا الميده سبحان الله كيف كنت قلت لك دوي في كاعي طالعه 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 لي القديشه وقالت لي ما تمشيش عند امك وانا قلت لها لا هادشي وي وانا موجده الحلوه وموجده الحلوه الخير نيات سيمنات ما تجيش عندي ها انتوما على حليه هيا شتي على ما لما جينا عندك علم من عن جو ضروري نجو نجو عندك مش عاد القايد نعرفهم هذا مش عاد القايد مش عاد القايد القايد الله يحفظنا من لوحة الصباح ها انتوما اجي يحيى يحيى اجي ولدي تفطر ايوا كويس ديال اتاي درنا عفيكه ديال الدار ماشي شي حاجه تيران واخا عيانين عا باقي شي شنو صافي ايوا وسبحان الله ديما الوالدين الصحه والراحه واخا ديما الوالدين اللي درتش لك ما درناش درنا غير هو راه كل خير فيه أيه. الحمد لله الحمد لله هذاك لمن كتبردوا ليه ليه راه فمي طايب وانا صفيت عليك الصباح مشى دار القرنفل ولا ما عطاش عرفتي والله عرفتي الخل ديال التفاح مع فيها البنات لي زافت عرفتي قتلوه لي زافت عنده لي زافت لداخل في حلقومته لا 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 عمرك ما دير القرنفل تعبت واحد هو يلاه جا مشى ذبح واحد الناس راه العمل في الفوطه راه الله يبارك لكم العواشر يحيى ومبروك عواشركم تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بالصحه والعافيه وطول العمر والله يجعل شي مبارك سعيد للجميع اللهم امين يا رب مبارك سعيد نوضو دابا ندبحو دابا نوضو واحد احنا السيطه هذا ما غادي نمشيو نذبحو ديالنا واحد والله يخلي لينا شي حجاجه وياك ان شاء الله ان شاء الله يا ربي دير لك النص دير لي قلبها شي مشكل ان شاء الله مشى عبد الواحد ذبح لهاد الولد لا ما ذبحتش اه شكون ذبح؟ الذبيحة ديالو تبارك الله زدت ذبيحة ديالو ايوا تبارك الله تبارك الله اللهم بارك انا قلت لمرته قلت لها حطي منه صح السي عبد الواحد كيوجد كيوجد قتال قتال باه عندك عندك رشتو الله رجع للورد يحيى رجع للورد شوف انا في الكاميرا مري عندك مص تخرج خرج عرفتي شكون كيضرب رجليك بزاف كغدير لي راه خاصك ها اوو عندك 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 انتو مخبي ربح ربح حيد حيد صباح الله دابا راه شوف دابا راه سبحان الله نمره في الجنه كيراه ولك عاد داك عثمان يجيبك مصلي اليوم يجيبك مصلي هيا لا 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 ما تخافيش شوف كيف كديرها بزاف برجلي راك انت تراب الجنة دابا انت ان شاء الله تراب الجنة شناهو؟ شناهو؟ تراب ديال الجنة
طرب الجنة. وتربها مسك زعفران. شوف يلا هاي شوف يلا يلا شوف يلا حسب الكتاب كيجرب في يدي ويتعلق كيجرب في يدي واش دايره مزيانه صافي مزيانه صافي ذبحنا كلشي مزيان راكم عارفين اليوتيوب ما نقدروش نبينوا الحولي مذبوح واحد السيد في الجامعة. باك سيري ماشي الله يحفظك الله يخويا. ها 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 سالينا سالينا من هاد الروينة سالينا يلا سالينا صيقت الجردة عاوني عليها عثمان صيقتها كاملة دابا يلا غنعقلو على كاس ديال اتاي يرد لينا المجاج مزيان وضحية تبارك الله خرجت واعرة خرجت واعرة واعرة خرجت يعني سمينة سمينة وانتم تشوفوا اختكم رجاء لبست حويجها حويجة العيد هانتوما هانتوما تفركيس هانتوما تفركيس هانتوما تفركيس والله الا غزال هاد المهم اللي مازال ما شافش الفيديو اللي حطيت راه ما عرفت كان عندي واحد المشكل ما عرفتش علاش ما طلعش كان عندي مشكل في القناه عاود تحيته عاود رجعته عاوتاني المهم ما تنساوش تفرجوا الفيديو اللي حطيت البارح المهم هذا ما عرفتش امتى غادي نحطه ديال الحوايج هاد الحوايج اللي جاوني كادوات المهم واللي اول مره تشوف القناه ديالي ما تنساش تابونا وما تنساش لايكات كثروا اللايكات بزاف بزاف حتى شوف بداو على السلام عليكم جنتو هي كانوا مسكينه ضروها وعيطت لي قالت لي وانا نقول لها راه واحد الرشاشه راه كتباع في الفرماسيان كيرش بها نيت لي زافان هنا المشكله هذيك ديال المشي هذا في الحلاقه ما عشان هذا الداخل عنده سي مر قد لي على الدواء مر قد لي دابا يلا غنعقلوا على فطورنا وحق الله العظيم قيمه تبارك الله دغيا ساله وضحيه كما كان عند واحد ذاك السيد صاحبو مسكين طرفو وصافي صافي دابا مسكين دابا مع هاد لي زافت مخلوه كاع قال على شي حاجه لا ولا ما نقدروش ايوا نعقلوا على بسم الله قلنا بسم الله ايوا الله يبارك في هاد اليوم السعيد ان شاء الله امين وبشر مبروك ادخل لكم باش ما تمنيتوا يا ربي ارفع علينا هاد البلاء وهاد الوباء ان شاء الله يا ربي امين باقي يلا دابا غادي نشوي ليهم
بعدا نشربوا اتاي داكشي هي مسكينه مسكينه راه دارت كلشي كلشي ما دار ما كملش معايا مع كنت كنصيق في الجرده ما قدرش يكمل صافي مشات كنعس قلت لي عسير كمل سير نعس كمل نعاسك مع التكه شويه بما جاو هما هي لحقوا لينا باش جاو ذبحوا واصلا هو ما نعش صلى الفجر انا ما نكذبش عليكم ما صليتش الفجر هو كيفيق فيا ما قدرش كاع نفيق عليه والله صافي ونعاس دابا غادي قلت لكم غنشوا وغادي غادي التقاليد اللي عندنا حنايا كلنا المغاربه غندي ليهم قطيب قطيب الواحد ياك السيد مان قطيب قطيب الواحد وجات غزاله هاد الكبسه زوينه انت اللي غزاله كتقولي غزاله انا اللي غزاله فكرتيني في الغزاله كوشون شوف كوشون تما الله يرحمه بوالدك شوف انت كلشي عندنا قريب انت تمر الرومي اللي غسلتي زوينه القضيه الدار حتى كلشي عندك اللي عندهم لاكور بحال هكا بحال عندنا حنايا شد ضرتني ضلعتي مع ضرت بالزربه هاد الضواير بحال هكا ما تخسر عليها والو عندك 3000 ريال ديال السبابه 3000 ريال تنضيف مرحبا بكم يلا احنا في الزاوية سي اسماعيل يلا كاموني الكاموني اصحاب الرباط كاموني الكاموني اصحاب الرباط يلا الكاموني اصحاب الرباط اللي طالعين الشمال بغيتي؟ ضروري قلب قلب كرة تحرقت لا يلا قلبتي يلا قلبتي يلا ما تخافيش الحولي هو الزناد هو الدوار الحولي سبحان الله المهم هذا ان شاء الله الكاس هذا ديال الشفاء ان شاء الله هذا كاس الشفاء ان شاء الله اللي شافوا ولي لا يا اللهم امين يا رب تشاف الجميع تشاف الجميع الله يسهل الجميع طيلا هاد لاكور نفع بزاف كاع خاصة ملي درتي هاد 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 الزرع هذا هاد لي بونجو زوينين تبارك الله يلا كوب واحد الكاس هنا ديال المتتبعين ها هو الشفاء ان شاء الله بالرحمه هذا الكاس ديال الرحمه ان شاء الله ان شاء الله اللي شافوا ان شاء الله شي وحده ما ولاش ربي يسهل عليها بالود ان شاء الله اللهم زينيتها 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 انت شو القلب هذا الطيحان طيحان تمنى تزيد واحد شويه شويه قلب راجع شويه زيد هذا شويه طيبه هذا الطيحان هذا وقتك بلي بارك عليا شويه والكمون بالدية اخيرا نحنا سالينا لبست حوايجي ها السي عثمان غنمشيو دابا عند الوالده غنمشي نشوف ماما باقا كاع ما شفتها عدوزتي الصباح كانت عندها كيما شفتو راه مشينا عندها فطرنا معاها ودابا غنمشيو ندوزو عندهم بعدا ندير لخالتي خالتي شحال من وحده كتقول لي علاش كتقولي خالتك راه دابا عدوزتي كنقول لها خالتي مهم باش تعرفوا المهم الا ما قدرتش نكمل لكم فيديو عرفتي دقدقت اليوم نقول لكم بالسلامه وما تنساوش لي لايك الفيديو